محتاجين محتاجين نقول للزوج ان هو عايز يغير بعض الاشياء عشان نمطه يقرب شويه من التعايش معاه وما يخليش زوجته تتعرض للخطر. فاللي انت هتعمله من مزيد القدره على الاحتواء هيعود عليك بالتبريد والهدوء يقينا. لان ساعه ما هتعمل ده ساعه ما هتزود الاهتمام وهتزود الاحتواء هتحس بالانجاز كزوج وكرجل انك قدرت تحتوي هذه الزوجه وقدرت تخفض من عندها فتحس لمعنى تاني جديد للرجوله مش الرجوله ان كلامك يتنفذ لكن الرجوله ان انت تنفذ الى قلب زوجتك ده معنى تاني للرجوله خالص ان حد يحس بامانك يحس بانك انت حاجه كبيره عنده وبنقول للزوجه خليك متحمسه بس بدل ما يبقى حماسك ده نار على زيت حار وتحاولي تحركي جوزك خليكي عاوني ليه وحاولي تح... وحاولي ت... وانت بت... وانت بتحركيه قدمي له حلول هو ساعتها هيقول بس الكلام بتاعها ده كويس هو ساعتها هي عصبيه بس بتقول كلام حلو كلام والله الواحد ممكن يستفيد منه يبقى اذا ده لو عملناها هيكون مهم جدا طب نعمل ايه بقى انا اقترح عليكم شويه اجراءات كده من واقع العمل من واقع, الع... من واقع التجربه واللي طرحناه على الناس واللي انتج معاهم. اول حاجه لازم نقعد مع بعض ونصرح بعض ان احنا آه طبائعنا مختلفه. طب ايه الفائده ان احنا نقعد مع بعض ون... ما احنا ما احنا شايفين لا. احنا شايفين غير اح... ان احنا بنتكلم واحنا ب... وكان الجلسه دي جزء من الاعتذار وجزء من الاتفاق. اتفاق على ايه؟ ان احنا على الراعي بعض. اه والله. يبقى جزء من الجلسه دي جلسه المصارحه احنا طباعنا مختلفه ومش معنى ان طباعنا مختلفه ان احنا مستحيل نعيش مع بعض بالعكس احنا عشان طباعنا مختلفه احنا ممكن نقدم لبعض الحاجات اللي احنا محتاجينها هو الراجل لما حياته بيكبر وبيبقى في منتصف العمر بيحتاج ايه؟ يحتاج حد نشيط وحد وساعات بيروح للاحتواء البديل عشان يلاقي حد كده متوهج هي موجوده الحمد لله وهي ساعات كده بتبقى تحتاج بقى لهدوء بعد بعد حركه الاولاد والمدارس تحتاج حاجه بقى حياه هادئه اهو برضو دوت ممكن تستفيديه من زوجك الهادي ده يبقى ايه اللي حصل نصارح بعض ونقول لبعض احنا هنبتدي مع بعض عهد جديد ونتعامل مع بعض بطريقه مختلفه تاني حاجه ما نحاولش ننمط بعض ولا نعيد تشكيل بعض لا هو يحاول يربيها على طبعه ولا هي تحاول تغيره عشان الصوره اللي هي بتتمناها ما نعملش كده خالص تالت حاجة لابد من وجود طريقة للكلام بيننا ولو أدى ذلك إن إحنا وبنتكلم كل واحد ياخد وقت محدد عشان يتكلم يبقى تالت حاجة لازم يبقى فيه حوار يومي ولكن عشان نقدر نكمل كل واحد لما يجي يتكلم نلتزم بـ 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 بأدب الحوار إن لما حد يتكلم ينتهي من كلامه وبعدين نبتدي طب مش عارفين نحط كل واحد يتكلم ثلاث دقايق كل واحد يتكلم خمس دقايق ما يعني بهزرش الكلام ده منتج جدا الامر اللي بعد كده الرابع ينبغي ان الزوج يتعلم شويه ان هو يعبر عن مشاعره والتعبير المرضي المشبع لازم يعبر لازم يتكلم وده سهل كتير من الرجاله قلنا لهم وعودناهم وتعلموا ده وعملوا انجاز طويل ايه اللي بيخلي الزوج ده يقول لك الصراحه عايز الكلام يطلع من قلبي يا سيدي طلع الكلام وهو بعد كده هيطلع من قلبك ليه لان احنا اتعودنا كده ان انت بتبدا وبتسير الى الله وربنا يبعت لك المدد روح انت بس واعمل الصدقه واقبل على الله وصدرك هينشرح رقم خمسة ينبغي ان الزوجه تشعر زوجها برجولته زي ما هو محت... زي ما انت محتاجه كلام حلو هو كمان محتاج كلام حلو يعني فكره ان هو ما عارف ان انا بحبه ما انا قلت له كلام حلو كتير وخلاص لا 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 الامر السادس ان لازم من هنا ورايح لما نكون في مستوى معين وخاصه في فتره منتصف العمر لازم الكلام يختلف لازم الكلام يرجع مره تانية الى ان هي معجبه بيه وان هو كمان هي بتمثل له الانثى الكامله هذا الكلام هيوصلنا الى اني نعيش مع بعض في جمال ربنا ويتفتح ابواب كتيره عشان الطباع تبقى تحت مراد الله سبحانه وتعالى والطباع دي ما تبقاش طباع منفرة لكن تبقى طباع جاذبة وطباع كمان بتفتح أبواب السعادة والهنا علينا يا رب ألف بين قلوبنا وخلي بيوتنا مهما اختلفنا نأتلف وكمان مش بس نأتلف قلوبنا كمان تتفتح بمجرد نظرة ومجرد كلمة وتبقى بيوتنا مليانة توافق والتوافق ده يفتح لنا كل أبواب السعادة بمددك يا كريم وبنظرتك إلينا وبحكمتك التي تنزل على قلوبنا فنرى محاسن شركاء حياتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين